هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام اشواطنا مستمره، تحديات متجدده مع تجدد الاشواط الصباحيه. شوطنا التاسع انطلق بحفظ من الله ورعايته، خصص للابكار البطامين المشتركات مع صندوق المفتوح. نسير مع الصداره، نسير مع مقدمه الشوط ومع المركز الاول. من يتقدم على الصداره؟ هذا شعار الشامسي مع نجوم محمد بن مبارك بن سعيد الشامسي يتقدم على الصداره، ولكن حصل تغيير من خلال تواجد مذخوره وسلطان بن حمد ال سالمين المنصوري على الصداره بينه والمركز الثالث. وصول في هذه اللحظات وانطلاق وتقدم من الشاهينيه، وهزاع بن سعيد بن هزاع الكلباني خذ المركز الثالث، تابع الاسماء الاخرى. الشعارات المنطلقه في هذه اللحظات الباحثه عن ناموس هذا الشوط، ياهي اسماء قادمه، ياهو غزو. وصلت الاسماء، وصلت الشعارات في هذه اللحظات، ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع مقدمة الشوط مع المركز الأول. في هذه اللحظات مذخورة 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 تتقدم في هذا المسار. سلطان بن حمد آل سالمين المنصوري يتقدم على الصدارة، ولكن الكلباني، ولكن الكلباني ياهو قدوم، ياهو انطلاق، ياهو تقدم في اللحظات الأخيرة. شوف الهجوم من السياق الخارجي، وصلت الأسماء، ياهو من أسماء، ياهي من شعارات قادمة. بن شهيرة بن مكتوم الإنيبي أيضا قادم، شوف التقدم. يا سلام يا سلام يا سلام، القادمة المنطلقة، ياهو انطلاق، ياهو إبداع في هذا الشوط، ياهو انطلاق، ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذا الانطلاق الكبير، الإبداع المثير على مقدمة الشوط. ومع المركز الأول عبد الله بن مبارك بن كنا الدرعي، بن كنا الدرعي مع امجاد، مع امجاد، ولكن لنبي اللحظات الاخيره، ما شاء الله دخول جماعي في هذا الانطلاق، ما بين شعار بن كنا، ما بين هنا ايضا شعار بن مكتوم لنبي، نحيله الى اعضاء خط النهايه. المركز الثالث، المركز الثالث تقدم هنا ايضا من الشاهينيه، هزاع بن سعيد بن هزاع الكلباني. هذه النتيجه، توقيتنا الزمني 2:16، تهانينا والناموس.